لو ما كنت لاعب لأكملت مهنة الرسم. من الصغر الهواية الرسم كانت موجودة عندي واللي حببني فيها طبعا خالي محمد، لأن عائلة أهل الوالدة كلهم في الرسم. استمرت فيها إلى سن 12 سنة، لقيت نفسي أنا في كرة القدم وحبيت كرة القدم، وخيرت نفسي بين مهنة الرسم ومهنة كرة القدم واخترت كرة القدم. كان الود أن أستمر في الرسم وأكون وأدخل الجامعة وأكون دكتور في الرسم، والطموح كان أن أكون معيد في الجامعة في تخصص الرسم. ولكن الحمد لله طبعا زاولت مهنة كرة القدم وحققت طموحاتي، تقريبا ثلاثة أرباع طموحات في كرة القدم مع نادي الكويت ومع منتخب الكويت، والحمد لله رفعت اسم الكويت ورفعت اسم النادي في المسابقات الخارجية.